من ملعب أول ترافورد مشاهدينا مسرح الأحلام، هذه أجمل تحية في مباراة جميلة منتظرة هنا. كالعادة سأكون معكم من كابينة التعليق. مباراة من هذه فرصة هدف، فرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. سهل الآن في يد حارس المرمى، في المرة الأولى لم تكن الكرة بهذه السهولة وجعلتنا نشاهد تصدي استثنائي وتألق كبير من حارس المرمى في إنقاذ مرمى. تحرك للأمام وبناء هجمة من جانب فريق بيس. حارس المرمى بطل في اللقطة الماضية بهذا التصدي. الله على هذا القفاز من مسافة قريبة، كان ممكن تحرك الشباك لكن ردة فعل استثنائية في اللعبة. حارس المرمى يبعد الضربة الركنية بشكل سليم. كيران تيرني عمل جيد في قطع الكرة، رؤية ممتازة للملعب. توقعات كبيرة لمستوى دي بروين في هذه المباراة بناء على قدراته وإمكانياته. تتكلم عن قدرات رائعة في التعامل مع الكرة، تتكلم عن صاحب لمسة ممتازة، تتكلم عن لاعب يعرف ماذا يريد الجمهور وكيف يصنع الخطورة. رحيم ستيرلينج بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. ديبالا، برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف. كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. باولو ديبالا، يا لعيب، أي تصدي، أي روعة، أي قوة. تنفذ الضربة الركنية باتجاه وسط ال 18. تمريرة مقطوعة من ديبالا. مختاريان ممتاز في إيقاف التسديدة. فيل فودن، رحيم ستيرلينج، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. هدف أول في المباراة عن طريق الفرعون محمد صلاح، يسجل التقدم في النتيجة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. ضغط بدني لاستخلاص الكرة. يتقدم بالكرة. أوه، في المرمى التعادل يأتي. هدف تعديل الكفة، التعادل الإيجابي 1-1. ستيرلينج يتقدم بالكرة، فرصة قد تشكل خطورة. أوه، حلوة، خطرة، تسلل ورايا مرفوعة. التحرك كان سليم لكن كان في تسلل في اللقطة، والقرار صحيح بالتأكيد. تمريرة بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. حلوة الكرة البينية، يكسر فيها المدافعين ويفعلها ديبالا. الكرة في الشباك. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. شو اللي راح تسوي حكمة المباراة؟ بينفذها بشكل قصير. كرة مقطوعة بعد تمريرة سيئة. كرة بتتخلص قبل ما توصل للفريق الخصم. الكرة وصلت لمحمد صلاح. مخالفة ستنفذ الآن من مكان قريب جدا وخطير. اعتراض ناجح للكرة. فرصة لكرة مرتدة. كان ممكن يكون في حلول كثيرة في هذه المحاولة اللي كانت مرتدة لكنها فشلت في النهاية.
فرصة خطيرة على المرمى. من بداية الهجمة كل شيء كان سريع، نقل الكرة، التحرك، التواجد، الهجمة المرتدة. الله على فرصة لم تكتمل. دريم ديسترويرز عندهم نسبة أقل في امتلاك الكرة اليوم. أن تكون الطرف الأقل استحواذا ليس كارثة طالما أنك متفوق ومتقدم في النتيجة وتعرف كيف تطبق أسلوبك على أرضية الملعب. ما فائدة الاستحواذ إذا كنت لا تعرف كيف تصل للمرمى وتسجل. المنافس يسيطر على الكرة. افتك الكرة في المنطقة الخلفية ودفاع ممتاز. مختاريان. دريم ديسترويرز يخسر الكرة. حاول التمرير من دي بروين لكن مقطوعة. خلصها والكرة مقطوعة. دي بروين يتقدم بيث بالكرة للأمام لكن بتضيع الفرصة وتنتهي الهجمة بلا خطورة. تمريرة مقطوعة من ديبالا. الدعم يأتي في هذه اللحظات. فرصة كبيرة للتعادل. يا الله يعودون في النتيجة، سجلوا التعادل، عادوا للقاء من البداية. مستحيل ما يحدث. نتيجة تشير إلى التعادل مشاهدينا متابعينا، والكرة تعود إلى نقطة البداية. يتقدم باتجاه المرمى. كان بالإمكان أحسن من مكان. الكرة بتتخلص. الحكم بيضيف دقيقة واحدة لعمر اللقاء. رحيم ستيرلينج حلوة من الدفاع، خلصها افتكاك الكرة السابقة. الشوط الأول ينطلق الآن. شوط المباراة الثاني وسط أجواء كبيرة. الكرة بتتخلص. تمريرة ملعوبة. الله على التدخل، الله على الشجاعة. رحيم ستيرلينج. حكم يشير إلى موصلة اللعب ما فيها شيء بعد تدخل غير شرعي في اللقطة الماضية. تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. رافائيل فاران. كيران تيرني. فيل فودن. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. شوط أول مميز من جانب باولو ديبالا، لم يدخر فيه أي جهد وأبهر الجميع. ربما كان أفضل لاعب على أرضية الملعب، وأكيد إذا استمر في شوط المباراة الثاني راح تكون مباراة لا تنسى وستبقى في الذاكرة. هجمة تبدو واعدة من جانب فريق بيست. انتهت المحاولة والكرة مع الفريق الخصم. باولو ديبالا. ضاعت وتحولت للخصم من جانب ديبالا. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. بوشكاش. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. تصدي من الحارس. ما زالت الكرة خطيرة. تمريرة بدون تركيز تذهب للكرة المنافس. تمريرة مقطوعة من ديبالا. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. عرضية في وسط منطقة الجزاء. الله على كوليبالي في إبعاد الكرة العرضية. تصويبة من دي بروين. أوهو العارضة تتصدى. التقدم كان قريبا للغاية. مجهود كبير في بناء الهجمة لكن غياب التوفيق يجعل الكرة ترتطم بالعارضة في النهاية ليستمر التعادل. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم.
رحيم ستيرلينج، كرة مع دي بروين، فريق الخصم بيخلص الكرة. تدخل ذكي واعتراف الكرة، كرة أخيرة للتقدم الآن. تقدم يأتي في هذه اللحظات، سيناريو سيتغير بالنسبة لكل فريق بعد هذه النتيجة، نتيجة تعطي الأفضلية للفريق اللي تقدم، ضغوطات تتحول على الطرف الآخر. هل ينجح فريق بيس في طريق العودة؟ قطع الكرة في التوقيت المناسب. رحيم ستيرلينج بيجرب بيشوت، الله على الطيران، تصدي مثالي للكرة على الطاير. الجماهير تقوم بدورها في تشجيع اللاعبين، في دعم اللاعبين على تسجيل هدف التعادل. تصويبة كانت سهلة وحارس المرمى يتصدى. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. يتقدم نحو المرمى، كرة فيها خطورة. أنتي ريبيتش، الكرة تعود إلى الخصم. ربع ساعة الأخيرة في هذه المباراة، تصويبة باتجاه المرمى وتبعد الخطورة. انطلاقة هجومية من جانب دريم ديسترويرز، لكن هنا تنتهي هذه الفرصة. كان ممكن البحث عن حلول أفضل. ديبالا، ركلة جزاء تأتي، لو سجلت فإنها ستقتل أي أمل في العودة بالنتيجة. أوهو، ركلة جزاء لكن لم يشر إلى أي كرت في اللقطة الماضية. فرصة لقتل أي أمل في العودة. سجل من علامة الجزاء، رباعية مقابل هدفين، الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. تصرف ممتاز من حارس المرمى، شوف الخروج وإبعاد هذه الكرة. الله على النظرة، التسلل هنا يوقف الهجمة. لعبة كانت خطيرة وكل شيء بدأ على ما يرام حتى جاءت الراية لتوقف كل شيء في اللقطة. يهرب بالكرة، مر فيها، انطلق فيها، راح، بيسددها من بعيد. يا رب، يسجل مختريان. إعادة للهدف اللي جاء من هجمة مرتدة، بعد ذلك الحارس ما كان عنده أي مجال وأي فرصة للتعامل مع لاعبين. هدف يسجل بكل سهولة. مباراة كانت من طرف واحد والنتيجة توضح هذا تماما. أعتقد أن الوقت قد فات على التعويض لأن المباراة لم يتبقى فيها إلا القليل. كرة مقطوعة، هجمة تنتهي. بدون تركيز تذهب للفريق الآخر. رمي التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض الكرة. رمية التماس تذهب للفريق الخصم. الحكم بيضيف دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. ولا تأتي صفر في نهاية المباراة وفوز رائع.
الفريق الضيف في خارج ملعبه. اداء كبير من الفريق، سيطر على الملعب، نتيجة تعبر عن الوضع بالتأكيد. انتصار مريح يجعل الفريق عنده ثقة كبيرة في قادم الأيام.